عارفة بس خلنا أبلش. أوكي تمام. المهم الباوربوينت مبينه. مبين دكتور. طيب آخر إشي وصلنا هذا، حكينا إنه الفيفث جينيريشن اسمه سيفتو بايبرول. كيف ميزناه أساس كشكل؟ شو عنده؟ تو بايرول جروب، عشان هيك سميناه باي برول. وحكينا هذا بما انه فيفث جينيريشن، لقينا انه افكتيف اجينست بوزيتيف ونيجاتيف، بما انه عنده الامينو ثيا كمان، هذا مميزه، هو الوحيد اللي عنده امينو ثيا داي ازول، فبالتالي الافينيتي للترانسبيبتايديز بتزيد، والبنتريشن للجرام نيجاتيف بتزيد، ولقينا افكتيف اجينست ام ار اس اي واجينست PRSP وagainst Pseudomonas وagainst HAP. يعني هدول لازم تعرف إنه أو نعرف إنه البايبرول effective، يعني عمليا broad، هذا extended spectrum. هلا رح نحكي، نبلش نحكي عن السار على رقم 3، كله ترى أخذناه بس مجرد إعادة، ونشوف إيش هي structure activity relationship related للسبستيوشن على رقم 3. مين اجى عندي عشان اتاكد؟ هاي بلشوا يجوا. اوكي السبستيوشن على رقم 3، احنا بتتذكروا حكينا عشان يكون على رقم 3 راح اطلع على ايش؟ الكاينتيك، اكثر بأثر على الكاينتيك، يعني ابزوربشن، ديستريبيوشن، ميتابوليزم. الميتابوليزم هدول راح يعني أركز عليهم، الميتابوليزم والامتصاص والميتابوليزم. فإذا كان عندي على رقم 3 H مثل كلور إيثر and فينيل اللي حكيناهم عدة مرات، شو بيكون الدرج؟ أورال. very good أورال. حسام حكى لنا أورال، كلمة أورال أو أسيد ستيبل، ماشي؟ أورال أو أسيد ستيبل. طيب الميتابوليزم تكسيره دكتورة، الباوربوينت مو واضح، مو موجود. نعم. طب هيك طلع؟ لا بعد كان موجود صح؟ كان موجود. بس اطلع احكي لي. طلع؟ عندي لا دكتورة، ما بعرف عن البقية. وين بقية؟ هذا برضه عندي لسه مو طالع. غريب، منار بتقول لسه مش طالع كمان. وحسام نجاح صحيتي؟ انا عندي بس روزان، لا زين قصدي نجود. دكتور صباح الخير. صباح الفل. حكيت لك انه برضه لسه مش طالع عندي الباوربوينت. انت اللي حكيتي لي. لسه مو طالع. هلا برضه لا. هلا لا دكتورة ما في إشي. طب اسمعوا خليني أطلع أرد أفتح، شو رأيكم؟ تمام أوكي يمكن يزبط. طيب أسكر وأرد أدخل.